السلام عليكم. في كل عام نمر بهذه المناسبة العظيمة وهي عيد الأضحى، وتكثر الأسئلة عن الأضحية وأحكامها، فلذلك جمعنا في هذا العرض كل ما يتعلق بأحكام الأضحية بطريقة ممتعة، رغبة منا أن تستفيد من العرض وتكمل العرض إلى الآخر. فلنبدأ العرض، ولكن قبل أن نبدأ لا تنسى الاشتراك في القناة وتفعيل الجرس حتى يصلك كل جديد، والإعجاب بالفيديو تشجيعا لنا لنستمر. الأضحية معناها هي ما يذبح من الإبل أو البقر أو الغنم أو الماعز تقربا لله عز وجل يوم العيد، والأصل في مشروعيتها قوله تعالى فصلي لربك وانحر. وانحر معناه ضحي، وقد ضحى النبي صلى الله عليه وسلم بكبشين أملحين أقرنين ذبحهما بيده وسمى وكبر ووضع رجله على صحافهما. والأملح من الظأن ما كان أبيض اللون أو كان البياض فيه غالب، والأقرن ذو القرنين العظيمين، والصفحة هي جانب العنق. الحكمة من مشروعيتها اقتداء بسنة أبينا إبراهيم عندما أراد أن يذبح ابنه إسماعيل التزاما لأمر الله عز وجل في المنام، فأنزل الله لهما كبشا من السماء عظيم حتى يذبحاه ويفديا المنامة ويكون سنة للعالمين من بعدهم. واقتداء بسنة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم حيث أنه ضحى وطلب من الأمة أن تضحي من بعده. وأيضا التوسعة على الأهل بالطعام في هذه الأيام المباركة، إدخال الفرح على المساكين والفقراء الذين ينتظرون هذه المناسبة في كل عام. حكم الأضحية، وهي سنة مؤكدة ولكن تجب في حالتين: الأولى أن يشير إلى ما هو داخل في ملكه من الدواب الصالحة للأضحية فيقول هذه أضحيتي أو سأضحي بهذه الشاة مثلا، فتجب عليه هذه الأضحية. ثانيا أن يلتزم التقرب إلى الله بأضحيتي، كأن يقول لله تعالى علي أن أضحي، فيصبح ذلك واجبا عليه. من هو المخاطب بالأضحية؟ تسن الأضحية لمن تحققت فيه هذه الشروط الثلاثة، وهي الإسلام فلا يخاطب بها غير المسلم. ثانيا البلوغ، فهي لا تجب على الصغير ولا المجنون. ثالثا الاستطاعة، وتتحقق بأن يملك قيمتها زائدة عن نفقته ونفقة أهله طعاما وكسوة ومسكنا خلال يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. ما تصح به الأضحية، لا تصح الأضحية إلا أن تكون من الإبل أو البقر أو الغنم ومنه الماعز، لقوله تعالى ولكل أمة جعلنا منسكا ليذكروا اسم الله على ما رزقهم من بهيمة الأنعام. والأفضل أن يضحي بالإبل ثم البقر ثم الغنم، ويجوز أن يضحي بالبعير والبقرات الواحدة عن سبعة، لما رواه مسلم عن جابر رضي الله عنه قال نحرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الحديبية البدنة عن سبعة والبقرة عن سبعة، والبدنة الواحدة هي الإبل من الذكر والأنثى. شروط الأضحية، أولا السن، ويشترط في الإبل أن تكون قد طعنت في السنة السادسة من عمرها، وأما البقر والماعز أن تكون قد طعنت في السنة الثالثة من عمرها، وأما الظأن وهو الغنم فيجب أن يكون في السنة الثانية من عمره، أو أجدع أي سقطت أسنانه الأمامية ولو لم يبلغ السنة. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله يقول نعمة الأضحية جذعة من الظأن. كيف نعرف سن الأضحية؟ إذا أتم الخروف عامه الأول يلاحظ أن الزوج الأول من أسنانه في المقدمة أطول من غيره بكثير ويسمى هذا الثاني، وإذا أتم عامه الثاني يلاحظ أن أربعة أسنان في المقدمة تكون أطول من غيرها وهو يسمى الرباع، وإذا أتم عامه الثالث نجد أن أسنانه الستة الأمامية كبيرة جدا أكثر من غيرها وهي التي في المقدمة ويسمى هذا السديس، وإذا دخل في عامه الرابع نلاحظ أن أسنانه بدأت تتحرك وتضعف وبإمكانك أن تخلعها بيدك، وهذا النوع يسمى الزارح وهو لحمه غير طيب. فأنصحك أخي إذا أردت أن تضحي أن تنظر إلى أسنان الأضحية قبل أن تشتريها. ثانيا السلامة، فيجب أن تكون خالية من العيوب بأن تكون هزيلة أو تكون عجفاء وهي التي ذهب مخها من شدة هزلها، أو تكون عرجاء أو عوراء أو مريضة أو مقطوع جزءا منها. متى يبدأ وقت الأضحية؟ يبدأ وقت الأضحية بعد طلوع الشمس يوم عيد الأضحى بمقدار ما يتسع لركعتين وخطبتين، ثم يستمر وقتها إلى غروب آخر يوم من أيام التشريق وهي الحادي عشر والثاني عشر والثالث عشر من ذي الحجة، والوقت المفضل لذبحها بعد الفراغ من صلاة العيد، وذلك للحديث الصحيح الذي رواه البخاري ومسلم أول ما نبدأ به يومنا هذا
نصلي ثم نرجع فننحر، فمن فعل ذلك فقد أصاب سنتنا، ومن ذبح قبل ذلك فإنما هو لحم قدمه لأهله ليس للنسك في شيء. ماذا يصنع بالأضحية بعد ذبحها؟ إذا كانت مسنونة جاز له أن يأكل قليلا منها للبركة، وله أن يأكل ثلثها ويتصدق بثلثها على الفقراء، ويعطي الثلث الأخير إلى الأغنياء إذا كانوا جيرانه، ولكن على سبيل الهدية، فتكون للأغنياء هدية وتكون للفقراء هبة وصدقة يتملكون بها ويصنعون بها ما شاءوا. وقد قال الله تعالى: والبدن جعلناها لكم من شعائر الله لكم فيها خير فاذكروا اسم الله عليها صواف. فإذا وجبت جنوبها فكلوا منها وأطعموا القانع والمعتر. البدن هي الإبل، وقس عليها الغنم والبقر. شعائر الله علائم دينه، صواف قائمة على ثلاثة قوائم. وجبت جنوبها أي سقطت على الأرض، البائس شديد الحاجة. وأما بالنسبة للجلد فيمكن له أن يتصدق به أو ينتفع به لنفسه، ولا يصح أن يعطيه للجزار أجرة على الذبح. وأما الواجبة فلا يصح أن يأكل منها أبدا، وإنما يتصدق بكلها إلى الفقراء والمساكين، لأنها نذر والنذر يجب أن يتصدق به. سنن وآداب تتعلق بالأضحية. إذا أراد الشخص أن يضحي فيستحب له أن يترك القص الشعر والأظافر في الأيام العشر من ذي الحجة. ودليل ذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا رأيتم هلال ذي الحجة وأراد أحدكم أن يضحي فليمسك عن شعره وأظافره. وأيضا يسن له أن يتولى ذبح أضحيته بنفسه، فإن لم يفعل ذلك لعذر أو غيره فليشهد ذبحها. فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لفاطمة رضي الله عنها: قومي إلى أضحيتك فاشهديها، فإنها بأول قطرة من دمها يغفر لك ما سلف من ذنبك. قالت: يا رسول الله، هذا لنا أهل البيت خاصة أم لنا المسلمين عامة؟ فقال لها: بل لنا وللمسلمين عامة. وأيضا يصن للحاكم أن يضحي من بيت مال المسلمين عن المسلمين، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: بسم الله، اللهم تقبل من محمد وآل محمد وأمة محمد. ويصح ذبح الأضحية بالمصلى حيث يجتمع الناس لصلاة العيد، وأن ينحر أو يذبح بنفسه. أحكام تتعلق بالأضحية: من قص شعره أو أظافره في الأيام العشر عامدا فلا شيء عليه والأضحية صحيحة. يصح التوكيل بالأضحية لغيره. لا يصح بيع الأضحية إلا ليشتري خيرا منها. يصح أن يشترك سبعة أشخاص في الأضحية بشرط أن تكون من الإبل أو البقر. يصح التصدق بثمن الأضحية ولكن ذبحها أفضل. إذا ظهر بعد ذبح الأضحية مرضا فالأضحية صحيحة ولا إثم عليه. تصح الأضحية عن الميت وتكون له صدقة. لا تجب الأضحية على من عليه دين. وآخر حكم: يصح أن يضحي الشخص في الليل ولكن في النهار أفضل. والحمد لله رب العالمين. كان معكم زاهر من قناة الوعي والمعرفة. إذا وجدت في هذا العرض فائدة فاضغط على زر الإعجاب واشترك في القناة وفعل الجرس حتى يصلك كل جديد. هذه تحياتي، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.